مساء الخير باسمي وباسم الجمعيه اللبنانيه تعزيز الشفافيه لا فساد ارحب بجميع الحضور معنا اليوم خاصه رئيسه واعضاء مجلس اداره الجمعيه المؤسسات الاعلاميه بالاضافه الى المشتركين الذين وصل عددهم 30 مشتركا من جميع المناطق اللبنانيه والاختصاصات وخاصه زملائنا من من ليبيا شرفا وحضورهم معنا مما يؤكد على أهمية الموضوع واهتمام عنصر الشباب بمكافحة الفساد في لبنان سوف تتضمن الجلسة المسائية وفقا لجدول أعمال مقدمة تعريفية عن الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية سوف أقوم بإلقائها بعد قليل إضافة لكلمة رئيسة الجمعية الأستاذة ندى عبد الساتر أبو سمرة تتطرق خلالها إلى أبرز تطورات المركز اللبناني لحماية ضحايا الفساد وكلمه النائب الاستاذ غسان مخيبر حول الانجازات القانونيه الحديثه في مجال مكافحه الفساد في لبنان. اهلا وسهلا فيكم بالجمعيه اللبنانيه لتعزيز الشفافيه هلا رح ندخل دغري بصلب الموضوع اعطيكم فكره عن المركز قبل ما نترككم تتعشوا ونتعشى سوا. من وقت ما قعدنا اطلاق المركز بفروعه الثلاثه لانه يعني بال2009 بلشنا بفرع واحد ببيروت باخر سن سنه 2013 يعني بديسمبر 2013 افتتحنا ثلاث مركزين جداد بالنبطيه بالبقاع وبالاضافه طبعا لمركز بيروت يلي كان موجود من قبل تلقينا المئات من الاتصالات هلا في مسائل ما لها علاقه بالفساد مباشره بس العدد الاتصالات يلي متعلق بالفساد تقريبا 250 اتصال وهيدا بدل انه يعني في حاجه كبيره لمكافحه مش بس لمكافحه مكافحه الفساد ولكن لتقديم معالجات فعليه حسيه عمليه لحتى نقدر نوصل لنتيجه اهلا وسهلا فيكم مره جديده ونحن كثير محمسين لحتى بكره نشوف شو رح يطلع من المباراه واي موضوع رح ينجح المشكله الكبير بلبنان هو مدى توزع الفساد واشتراك الكل في دفن الشيخ زنكي بمستويات كلها اذا يعني بدي انتقل لبعض من ال يعني المقدمه اللي بدها تساعدكم يمكن باطار تفكيركم على مشاريع بتقدروا تقوموا فيها خليني اذكركم ال التعريف الجامع للفساد بتعرفوا من المشاركين شو اقصر واصغر تعريف للفساد مين بيقدر يقول شو الفساد كيف شو هو الفساد عن شو عم نحكي دولة. اه دولة. هي مزبوط اقصر تعريف للفساد هي الدوله بس الدوله مشكلتها بتضم المواطنين كمان هن في كتار شركاء بدفن الشخزنكي شو تعريف الفساد اه لا مش طمع لا لا بدي تعريف جدي ها فشل المؤسسه لا بشكرك انك شاركتي بس تخسري برافو قريبه كثير زقفولة استعمال آلة استعمال القوة لمصلحة شخصية هو بالواقع مش بالضروري هيك هو استغلال وظيفة لمصلحه خاصه بدي بالبدايه رحب بلجنه التحكيم مؤلفه من معالي وزير السياحه السابق الاستاذ فادي عبود هو مؤسس المرصد اللبناني للشفافيه معالي وزير الاقتصاد والتجاره الدكتور علي حكيم ممثلا بالاستاذ زاهر عزوري اهلا وسهلا الاستاذة ندى عبد السادر ابو سمره رئيس جمعية لا فساد والصحافي الاستاذ رياض قبيسي معد ومقدم برنامج تحت طائرة المسؤوليه موضوع الصحه وموضوع الاخطاء الطبيه هي اساسيه وهي مهمه لأنها مش بس بتطال الحياه المواطن انما بتطال ايضا افراد عائلته وبتطال مجتمعه لانه بتؤدي الى صدمه نتيجه الاخطاء الطبيه ونتيجه عدم فهم الاسباب الحقيقيه للوفاه او للعطل يلي اصاب المريض ولذلك اخترنا نحن شعار مشروعنا بلغ وصلح تتخلص نحن بدنا نرصد المخالفات والاخطاء الطبيه بدنا من نتحقق منها بدنا من نحسبها ومنا نعوض عليها ومش بس هيك وزيادة عليها بدنا نشدد على معالجة دور نقابة الأطباء الإيجابي في التنفيذ نتمنى أنه نوصل لنهار يكون في عنا كهرباء 24 على 24 مش مضطرين لموتور ولكن ما نحكي بالأمر الواقع خلقنا نحن بديل لغياب الكهرباء عنا للي هي المولدات هالقطاع كان لفترة طويلة طويلة جدا من الزمن في التاني. إنشاء لجنة لتقبل الشكاوى وحل النزاعات مؤلفة من ثلاث أشخاص بكل بلدية وهذا أكيد بالتعميم بتصدر عضو من البلدية المختار وممثل من أصحاب المولدات يوميا بفوت ناس على لبنان وبيظهر ناس من لبنان دون التمييز إذا هيدا لاجئ ولا هيدا عامل الخلط بين اليد العاملة السورية واللاجئين قلناها وفي عنا مشكلة تانية انه عدم توفر معلومات عن المساعدات عنوان الخطة تبعنا والباز تبعها رقابة ثلاثية الأبعاد هذا المصطلح أؤكد أنه مبتكر بشكل تام حتى هلأ إذا بنلقي جوجل ومنكتبه ما أنه موجود أبدا هذا المصطلح, هذا المصطلح ولد في رحم جمعية لفساد ماذا, ماذا نعني برقابة ثلاثية الأبعاد؟ نحن نتكلم عن ثلاثة أبعاد الهيئات المجتمع المدني والرأي العام مجلس الوزراء ومجلس النواب هلا حنقول لي حطيناهم سوا الجهات الدوليه المانحه المركز الثالث استحلته المجموعه الاولى يلي حكيت عن الصحه المركز الثاني مجموعه رقم أربعة الكهرباء يلي والمركز الأول للمجموعة رقم ثلاثة كمان الكهرباء بقى مبروك مبروك للفائزين نحن باسم دكتور ألان حكيم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أه منقدم أه لأنه شفنا قديها الحيوية بوجود هالفرق والأفكار ونحن المفروض دايما هالمجتمع المدني أو هالجمعيات أو الأشخاص اللي عم بيشاركوا من المجتمع المدني نحنا ما بدنا يمرقوا او يكون عندهم صعوبات ليوصلوا لتوصل افكارهم للقطاع العام باسم وزير الاقتصاد والتجاره دكتور ألان حكيم منقدم للفرق الثلاثه يلي يلي نجحوا نحنا منقدم لهم لقاء مع وزير الاقتصاد شخصيا وبنطلب منهم يتواصلوا مع جمعيه مع الأستاذة عبد الساتر المحترمه كرمال يحددوا الموعد ويطرحوا الافكار على معالي الوزير شخصيا وفريق عمله وشكرا